بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول اسم ديالي الحسن البقوري، 37 سنة، من مواليد مدينة الدار البيضاء. الحياة الدراسية بدأت من مؤسسة بحي الألفة، ومن بعد دخلنا المتوسط الإعدادية في حي الألفة أيضا، والثانوي في شتالي. حصلت على البكالوريا سنة 2003، وبعدها التحقت بالمعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية، وحصلت على تكنيسيان سبيسياليزي اون ديفلوبمون ملتي ميديا. بعد ما تخرجت من المعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية، جاتني فرصة أنني التحق خارج أرض الوطن بإحدى المؤسسات المتخصصة في مجال الفن التشكيلي، وكنت أنا ذاك IT Administrator، أي متخصص في مجال تقنية المعلومات. وطبعا الواحد ما غاديش يكتفي بسنتين من الدراسة، فكان دائما الهدف ديالي هو أنني نزيد نحقق شهادات عليا أكثر، لأنها غتسمح لي أنني نولج سوق العمل ونكون عندي واحد المكانة جيدة في سوق الشغل. ولهذا التحقت مؤسسة عليا في المملكة العربية السعودية اللي هي المدرسة العليا للخليج، وحصلت على البكالوريوس في الهندسة العمليات في المانجمنت بالضبط. في سنة 2008 التحقت بمجموعة الخليج القابضة، وهي إحدى المجموعات الرائدة على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط، وكنت كموظف بسيط في الصفوف الأمامية في مجال العمليات الإدارية الخاصة بالتكوين. ولكن كما ذكرت، دائما الطموح ودائما التحدي كيخلق لنا الاحتياج أن نفكروا دائما نطوروا المستوى ديالنا، لا المهني ولا الأكاديمي. وكنعرف المسار المهني لأي شخص ناجح كيكون مرتبط بالمستوى الأكاديمي اللي كيسمح له أنه يتسلق الدرجات على المستوى المهني. وكان آخر منصب حصلت عليها في مجموعة الخليج القابضة، وكانت من ضمنها كمبيوتر لاين نيو هورايزنز، هي الكمبيوتر ليرنينج سنترز الأمريكية، ومجموعة بلاتينيوم البريطانية. فكنت نحاول أني كل يوم عن يوم أني نخدم ونؤدي عطاءات ونجاحات متميزة اللي تسمح للمدراء والرؤساء ديالي أنه نحصل على الترقيات. وكان آخر منصب حصلت عليه سنة 2012 هو المدير الإقليمي للشرق الأوسط والخليج العربي لمستوى العمليات، وكان هذا ربما من المناصب المتميزة على مستوى المجموعة. أنا ذاك حصلت على شهادة الماجستير MBA Total Quality Management في إدارة الجودة الشاملة من جامعة هيربرت الأمريكية. وكما ذكرت، الشخص أو الشاب اللي كيحاول دائما يطمح أنه يحقق النجاحات، فدائما خصو يحاول يتجاوز التحديات والإكراهات. كنعرفوا تحديات والتزامات عائلية، التزامات مهنية، ورغم ذلك كان الواحد كيخصو يسافر، خصو يدير الامتحانات ديالو، الاختبارات ديالو، في سبيل أنه يحقق على الشهادات العليا اللي غتسمح لي أنه يواكب تطورات ويكون دائما في تحسين مستمر بالتوافق مع حجم التحديات. انا ذاك حصلت على MBA، وحصلت لي واحد الفرصه في الدخول للقطاع البنكي. تعرض علي عرض من بنك البلاد اللي هو بنك سعودي ناشئ انا ذاك، والحمد لله كنت مدير اداره الجوده، وتمت اداره هذه الجوده على مستوى البنك لمده تقريبا حوالي 5 سنوات. وبعدها حصلت على عرض مغري جدا اللي هو الارب ناشونال بنك، هو البنك الدولي البنك العربي الوطني، كنت مدير عام تطوير الاعمال، وكان ربما من المناصب القياديه الحمد لله اللي كان انا ذاك المغربي الوحيد المسجل بمؤسسه النقد العربي السعودي ضمن المناصب القياديه الكبرى. ودائما احنا كمغاربه مقيمين خارج ارض الوطن كنحاولوا نرسموا الصوره المثاليه عن المواطن المغربي اللي دائما كيمثل، لان احنا كنكونوا سفراء خارج ارض الوطن، فما يمكنش لينا ما مسموحش لنا ان نخطئوا، خصوصا اننا كنمثلوا البلاد ديالنا وكنعرفوا دائما المغرب خلال الفتره العشرين سنه الاخيره بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس، عرفوا حد النهضه وحد تطور كبير وحد تحول اللي احنا كشباب شاهدناه وكنا دائما متابعين له خارج ارض الوطن. هذا الامر هذا دائما يلزم علينا نحن كشباب اننا نزيدوا نقويوا ونزيدوا نرفعوا من مستوياتنا، حتى اننا نتوافقوا مع الرؤيه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس اللي دائما كانت كتركز على العنصر البشري، لانه ندرك ان العنصر البشري هو عنصر مهم جدا في تطور اي مجتمع، لان صناعه الانسان هي اعظم صناعه الان.
فحتى حتى البترول او اي ماده ما يمكنش غتوافق وتوازن مع مستوى العنصر البشري اللي كان في اي دوله. بعد ما دخلت للمملكه المغربيه الارض الوطن المعقل ديالنا واللي التراب ديالها دائما هو اللي كنعتز به دائما، تحت لي الفرصه انني نلتحق بإحدى المؤسسات العليا كأستاذ باحث في التعليم العالي، وحاولت أنني نقدم الخبرات ديالي ونحاول نتبادلها مع الطلبة ديالي، لأنه دائما كما ذكرت كان التركيز ديالنا أننا نحاول نتبادل الخبرات اللي تعلمناها وفي نفس الوقت في قالب أكاديمي ونكون مستجدين بآخر التطورات اللي كتعرفها الإدارة والخطط على المستوى الدولي. اليوم المغرب هو مغرب الطموح، مغرب الشباب اللي دائما غادي يقدم مستويات افضل، ودائما كنحسوا ان هناك تحديات. بعض الاحيان كنقولوا انه ما زالت المجهودات غير كافيه، نعم هناك مجهودات لكن المجهودات المبذوله لا زالت لا تفي بتوقعات المواطن المغربي اللي دائما كيطمح في جوده حياه افضل من هذه. احنا اليوم ملي كنشوفوا المغرب بالمقارنه مع دول الجوار فكنشوفوا ان هناك تطور ملموس وواضح جدا، ولكن رغم ذلك التوقعات ديال المغاربه كتبقى دائما افضل مما هو موجود حاليا، وكنحاولوا دائما اننا نكونوا مشاركين في اي تغيير من شأن ان نساهم في تطور المجتمع المغربي وفي تطور الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي. حينما نتحدث على سبيل المثال عن موضوع الرقمنة، وهذا مشروع من المشاريع والأوراش الكبرى اللي تحدث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وللحكومة تبناتها باش أنها ترفع من مستويات الأداء والإنتاج على مستوى الخدمات العمومية، ولكن أنا بحكم الخبرة ديالي سابقا في المشاركة في الحكومة الإلكترونية لإحدى الدول الخليجية، فما لازلت أعتقد أن هناك مجهودات كبيرة ما زالت تنتظر الحكومة المغربية أنها تقدمها من أجل تطوير مشروع الرقمنة، لأنه حينما نتحدث عن الرقمنة نتحدث عن مشروع يساهم في الدرجة الأولى في تبسيط الإجراءات والمساطير على مستوى المغرب المواطن المغربي، وبالدرجة الثانية في رفع مستويات الشفافية، وهذا هو اللي ربما غادي يزيد يحسن من مستوى الصورة ديال المغرب بالنسبة للمواطن المغربي. ربما الصورة حاليا الصورة للمغرب خارجيا جد متميزة من خلال الاستراتيجيات اللي كيستخدمها الوزير الخارجية، طبعا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دائما عنده رؤية ثاقبة لا في السياسة الخارجية ولكن على المستوى المحلي ما زلنا نجد مجموعة من الصعوبات في التوافق مع حجم التوقعات ديال المواطن المغربي. إذا حينما نتحدث عن الرقمنة نتحدث عن مشروع متكامل من شأنه أن يرفع مستويات الشفافية والأداء. حينما تلغى العلاقة ما بين مزود الخدمة والمستهلك أو المواطن أو أي جهة تقدم الخدمات، فحنا نحن نتحدث عن رفع مستويات الشفافية ونتحدث عن خدمات متميزة اللي من شأنها غادي تخدم المواطن المغربي بدون ما يكون هناك التقاء ما بين مزود الخدمة ومستهلك. ودائما حينما كنت أدير إدارة الجودة دائما كنت كنلقى الشكاوي كتجيني من خلال اللقاء المباشر ما بين الأشخاص، الشخص اللي هو المستهلك والشخص اللي هو مزود الخدمة، في حين ملي كتلغى هذه العلاقة من خلال نظام معلوماتي متميز حتى المواطن إذا كان هناك أي إجراء ربما يخالف أو لا يتوافق مع الإجراءات مع السياسات الخاصة بالدولة فكيتقبلها من النظام أكثر ما يتقبلها من أي شخص آخر. هناك أيضا في الفترة الحالية المغاربة لا زالوا يتوقعون العديد من التغييرات اللي من شأنها ترفع من مستويات الفكر البشري وترفع مستويات الدخل الاقتصادي للمغاربة. اليوم نحن أعتقد أن من ضمن المؤسسات اللي يستوجب علينا أن نتعامل معها هي مؤسسات تقوم بعمل تقييم للأداء للمسؤولين وللإدارات والوزارات. هذا الأمر كيقرب أولا للمواطن من مستويات الأداء للمسؤولين وكيعطيه واحد الصورة مستقبلية في تحديد من هو الشخص الأمين ومن هو الشخص الذي ربما لم يقدم المطلوب منه. فتقييم الأداء أو مؤشرات الأداء اللي خصها تقييم على مستوى المؤسسات الحكومية هذا ما من شأنه إلا لتصحيح
ولإضافة ربما منتجات وخدمات اللي تقدر تخدم هذه المؤسسة. فما يمكنش يكون تقييم الأداء هو 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 عمليه من اجل العقاب او من اجل على سبيل تشهير الناس، ولكن الغرض الاساسي منها هو التصحيح والتحسين المستمر، لانه بدون تحسين مستمر ما يمكنش نطلعوا المغرب افضل، ما يمكنش نطلعوا المستقبل الزاهر لهذا الوطن. ودائما كما ذكرت هناك رؤيه ثاقبه من صاحب الجلاله الملك محمد السادس انه الشباب اليوم اللي غادي يقدر يقدم الاضافه ويقدم العطاءات. و لاحظوا أنه خلال الفترة الأخيرة هناك فعلاً إدماج للشباب في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي، واللي كنشوفوا دائماً هناك بعض ربما بعض الثمرات النجاح اللي بدأت كتبين لنا خلال الفترة الأخيرة. إذن المغرب اليوم هو مغرب التحدي، مغرب الطموح، مغرب الشباب. ونتمنى ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان جميع المغاربه يكونوا مشاركين دائما في تحقيق النهضه والتطور على مستوى البلاد. كنعتقد دائما اي شخص كيبغي يقدم نجاحات ويحاول يساهم في تطوير المجتمع المدني خصو يكون عنده واحد المشاركه في المجتمع المدني، وهذا الشيء اللي خلاني اسست جمعيه كتخص العنصر البشري سميتها الجمعيه المغربيه لتطوير الموارد البشريه، واللي خلال سنتين تقريبا حققت مجموعه من او تنظمت مجموعه من المؤتمرات والندوات، واللي كان شانها انها ترفع مستويات الفكر والوعي لدى العنصر البشري ومشاركه الشباب. ايضا كانت تتوافق مع توجيهات صاحب الجلاله الملك محمد السادس من خلال ادماج المهاجرين الافارقه على مستوى المغرب وادماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ولهذا الشيء اللي كيتوافق مع السياسات العموميه واللي دائما كيوضع المغرب في الصوره المثاليه مع الدول الإفريقية الشقيقة، والتوجهات اللي كان يطمح لها المغاربة أنهم دائما يتعاملوا مع الدول الإفريقية الشقيقة من خلال التسامح، من خلال العدالة، من خلال تحقيق مجموعة من الضوابط والمعايير اللي كتمثل أي دولة متقدمة اللي دائما كتسعى دائما أن تكون عندها الحقوق والحريات كتوزع على جميع فئات المجتمع من مغاربة أو غير مغاربة.